بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المره الماضيه تكلمنا عن انواع العلاقات في الاي ار دايجرام ريليشن شيبس، تكلمنا عن العلاقه ال1 تو 1 وعن علاقه ال1 تو ماني، واليوم بدنا نبدا مع علاقه ماني تو ماني. تكلمنا في نهايه المحاضره الماضيه انه العلاقه ماني تو ماني مش ممكن نمثلها او نعملها ريبريزنتيشن في الداتابيز بشكل صحيح وبشكل مباشر، فلازم نتحايل عليها ونغيرها لنوع ثاني من العلاقات. مثال على العلاقه ماني تو ماني علاقه الستودنت مع الكورس. فعليا انا عندي كل طالب سجل اكثر من مساق، اكثر من كورس، وفي نفس الوقت الكورس الواحد فيه اكثر من طالب. الاستراكشر بهذا الشكل بدنا نغيره. الحل انه بدنا نحوله لون تو ماني، بانه نحن نختلق ونصطنع انتيتي ست جديده في الوسط. الانتيتي ست الجديده هاي بدها ترتبط في علاقه 1 تو ماني مع الستودنت و1 تو ماني مع الكورسز. المثال اللي كان عندي تبع الستودنت مع الكورسز، لو كنا بدنا نحوله لشكل جداول حيكون عندي هاي الستودنت الانتيتي ست او التيبل فيها اتريبيوت الستودنت نمبر والستودنت نيم والريجسترد كورسز تاعت الستودنت. هنلاحظ انه الطالب الواحد مثلا سالي مسجله ثلاث مواد، ثلاث كورسات، فحنطلع على الكولوم او على الاتريبيوت تبع الريجسترد كورسز حنلاقي انه مالتي فاليو عليه اكثر من قيمه، وهذا الكلام في الداتابيز ممنوع. لازم كل اتريبيوت يكون له فقط وان فاليو، اونلي وان فاليو. في الجهه المقابله عندي اللي هو الكورس نيم والرقم الكورس. الحل حيكون زي ما حكينا انه نحط انت ست جديده احنا بدنا نختلقها، احنا بدنا نعملها، حنسميها الستودنت كورس انت ست. وظيفتها انها تربط علاقه 1 تو ماني مع الكورسز و1 تو ماني مع الستودنت. العلاقه الجديده هاي حنضيف عليها رقم الطالب الستودنت نمبر كفورين كي، حنضيف عليها الكورس نمبر ايضا كفورين كي، والاثنين مع بعض كومبايند بدهم يكونوا برايمري كي، كومبايند برايمري كي. هذا هو الحل اللي حيكون عندي. طبعا بما انه هذه الانتيتي الجديده تعتمد في وجودها على الستودنت وعلى الكورس، هي بالاصل مش موجوده، احنا اختلقناها، فهي عباره عن ويك انتيتي. تتذكروا لما تكلمنا عن الويك انتيتي والسترونج انتيتي، حكينا الويك انتيتي مش يعني ما بتكون موجوده بذاتها في الداتابيز بقدر ما هي متعلقه بسترونج انتيتي. فالان الستودنت كورس انتيتي ست الجديده اللي ضفناها عشان نحل مشكله الماني تو ماني ريليشن شيب، الانتيتي الجديده هاي عباره عن ويك انتيتي، عشان هيك حتكون موجوده عندي في دبل ريكتانجل. لاحظوا المستطيل اللي هي موجوده فيه دبل، مش زي الستودنت او مش زي الكورس. تفاصيل الانتيتي سيتس اللي عندي، الستودنت حيكون في عندي ستودنت نمبر هو البرايمري كي، هي ملاحظ انه تحته ايش في اندر لاين، في خط هو البرايمري كي. في عندي الستودنت نيم اتريبيوت ثاني اسم الطالب. في عندي الكورس له كورس كود او كورس نمبر وكورس نيم، وبرضه الكورس كود او الكورس نمبر هو ايش؟ هو البرايمري كي تبع الكورس. خلصنا الاثنين هذول، بدنا نيجي على الانتيتي ست الجديده اللي احنا عملناها الستودنت كورس. لاحظوا ضفنا الستودنت نمبر جبناه كفورين كي، وجبنا الكورس كود او الكورس نمبر كفورين كي، والاثنين مع بعض تحتيهم خط، يعني الاثنين مع بعض هم البرايمري كي، واحد لحاله ما بشكلش عندي البرايمري كي في التيبل الجديد او في الانتيتي ست الجديده. طبعا كلمة student number reference student يعني foreign key، لأنه وظيفة الفورين كي هو اللي يعمل لي referencing للتيبل الثاني أو للانتيتي ست الثاني. وزي ما حكينا بنسميه combined key، primary key combined primary key. يعني لو أجانا سؤال true and false في كويز في امتحان many to many relationships
are not allowed in database design, so we have to use combined primary key in a new entity set. True. تمام. الاوبشناليتي. احيانا بعض الريليشنز بتكون العلاقه بينهم اوبشنال، مش اساسيه، مش ضروريه. مثال الامبلوي مع الكار، وكاله الغوث مثلا في عندها موظفين وعندها سيارات، هل كل موظف بياخذ سياره؟ لا، اوبشنال الموضوع، ممكن موظف ياخذ سياره حسب طبيعه شغله، ممكن لا. العلاقه هاي بنعبر عنها بالاشاره الاو في جهه الاوبشنال، الامبلوي اوبشنالي ممكن درايف الكار. الكلام هذا لما بدي اجي اطلع على تفاصيل الانتيتي ست تاعت الامبلوي وتاعت الكار، اشوف الاتريبيوتس تاعتهم، حلاقي انه عندي الامبلوي في لها ستاف نمبر او رقم الامبلوي، يعني الامبلوي نمبر، في عندي له اسم وادرس. في المقابل السياره في لها ريجستريشن نمبر وهو البرايمري كي، رقم السياره، رقم رخصه السياره. في الستاف نمبر، رقم الموظف اللي بيمتلك السيارة أو بقودها أو بسوقها. في عندي مصنعيتها، الميك والموديل تبعها، موديلها سيارة نيسان، تويوتا، فيات، مرسيدس، والموديل تبعها. ولاحظوا أنه اختار في الديزاين أنه يحط البرايمري كي تبع الامبلوي كفورين كي عند الكار، مش العكس. ما جابش ريجستريشن نمبر وحطه عند الامبلوي كفورين كي، بمعنى انه احنا دائما بناخذ البرايمري كي تبع العلاقه الانتيتي ست الاولى وبنحطه عند جهه الاوبشنال، في الجهه اللي فيها الاوبشنال. ليش الكلام هذا بنعمله؟ تصور لو عملنا العكس، كان عندي الموظفين وبعد الادرس حطيت اللي هو الكار نمبر، رقم السيارة. الموظف اللي عنده سيارة حنحط له رقم سيارته مع رقمه مع اسمه مع عنوانه، تمام؟ طب اللي ما عندوش سيارة في الكار نمبر ايش بدنا نحط له؟ فراغ فاضي. طيب حيصير عندي الجدول او التيبل تبع الموظفين فيه فراغات كتير، لانه في موظفين كتير ما عندهمش سيارات. بينما في الحل هذا انه لما حط هو رقم الموظف عند السيارة هيك بيضمن انه ما يكونش فيه فراغات، لانه كل سيارة لازم يكون في واحد بقودها او بسوقها، مش هتمشي لحالها السيارة. هيك هو بيضمن انه في التيبل او في الجدول اللي عندي في الانتي ست اللي عندي ما فيش اتريبيوت فاضي. الاتريبيوت الفاضي في الداتابيز بنسميه نل. انا هيك بتخلص من النل اتريبيوت فاليوز، يكونش في عندي فاليوز بقيمة نل، وهذا بخفف من الداتا ريدندنسي عندي في الديزاين. حالة تانية على نفس المثال السابق، لو صارت الاوبشناليتي على الطرفين، بمعنى انا عندي موظفين ممكن يكون لهم سيارات، لكن برضه يكون عندي سيارات ما فيش لهم درايفرز، سيارات جاية جديدة وحطيناها في المخزن ولسه ما توزعتش ومش معروف مين اللي بده ياخذها. فعندي سيارات ما فيش درايفر، زي ما عندي موظفين ما لهمش سيارات، اذا صارت اوبشنال على الطرفين. العلاقة هاي برضه مش ممكن نمثلها في الداتابيز الا نغير عليها. الان الفكره، الحل تبع الاوبشنال ريليشن شيب، الحل تبعها نفس حل الماني تو ماني ريليشن. في حاله الماني تو ماني ريليشن شيب جبنا لينكد انتيتي ست وحطيناها في الوسط. نفس الشيء في حاله الاوبشنال، هنجيب لينكد انتيتي ست ونحطها في الوسط، وحنجيب الكي البرايمري كي تبع الكار والبرايمري كي تبع الامبلوي ونحطهم كفورين كيز وين؟ في التيبل الجديد او الانتيتي ست الجديده، ويكونوا الاثنين مع بعض كومبايند بيمثلوا البرايمري كي. يعني اكزاكتلي نفس السوليوشن اللي استخدمناه لمعالجه مشكله الماني تو ماني ريليشن شيب، نفس الشيء في حاله الاوبشناليتي. احنا المثال اللي كان عندنا، كان عندنا امبلوي وفي ريليشن شيب بينه بين الكار
الريليشن اللي هي درايف كانت العلاقة عبارة عن ماني آسف ون تو ماني ون تو ون. وهذه الجهة فيها اوبشناليتي، طورنا المثال وعملنا اوبشناليتي على الطرفين، عملنا الاوبشناليتي على الطرفين. السوليوشن عندنا حيكون انه احنا نجيب انتيتي ست جديدة ونضيفها في الوسط، سميناها درايفز. الامبلوي له نمبر، الكار لها ريجستريشن نمبر، ولاحظوا حذفنا رقم الموظف من عند الكار. في المثال السابق، المثال السابق كان عندنا رقم الموظف موجود، هاي الريجستريشن نمبر وهاي الستاف نمبر رقم الموظف. هاي رقم الموظف. الان في الحاله الثانيه شلناه، بطل الفورين كي عند الكار. الان رقم الموظف بده يجي من الامبلوي كبرايمري كي ويجي كفورين كي في الانتيتي سيت الجديده في الدرايفز ستاف نمبر. ورقم السياره بده يجي كمان كفورين كي، والاثنين مع بعض كومبايند بدهم يمثلوا البرايمري كي تبع الدرايفز. الانتي ست الجديدة هاي حتكون في الجدول، حيكون اسم الانتي ست درايفز، حتكون بس تو اتريبيوتس فيها، ستاف نمبر وكار نمبر. كل موظف بيقود سيارة بنحط رقمه ورقم السيارة، الموظف اللي بعده رقمه ورقم سيارته، رقمه ورقم سيارته، مربوطين. هذا مربوط مع الامبلوي من خلال الرقم. لما بدي اعرف الموظف علي اي سياره بقود، مباشره بجيب رقمه وبستعلم عنه في التيبل هاد، هاي رقم علي، مباشره بعرف انه هاي رقم السياره اللي هو بقودها. بدي اعرف معلومات عن السياره، باخذ رقم السياره وبستعلم في التيبل تبع الكار، بعرف مثلا لونها، بعرف من اي شركه، بعرف سنه انتاجها، وهكذا. في شيء صعب؟ هذه علاقة التو سايد اوبشناليتي، حليناها بلينكد انتيتي. وطبعا لينكد انتيتي دائما بتكون ويك، وبنحط عليها دبل ريكتانجلز. الريكيرسيف، الريكيرسيف انه العلاقة تكون بين الانتيتي ست ونفسها. شرحنا مثال سابق عليها اللي هو نفس المثال هذا، اللي هو الامبلويي اذا بقدم تقرير ريبورتس تو او سوبرفايزد باي، له مدير، له مشرف، مشرف الامبلويي امبلويي، والموظف لما بقدم تقرير بقدمه برضه لمين؟ لامبلويي زيه، قدمش هو ل ستودنت مثلا. نفس الشيء الدكتور لما بده يتعالج، الدكتور بعالج دكتور، مش حيروح يتعالج عند بيشنت. فهي علاقة على نفس الانتيتي سيت. لاحظوا العلاقة هاي من طرف فيها واحد ومن طرف فيها ماني، ون تو ماني، انه الامبلوي الواحد حيكون مشرف على فريق تيم او مجموعة من الموظفين. في نفس الوقت العلاقة اوبشنال على الطرفين. ليش اوبشنال على الطرفين؟ هاي الجواب. ليش العلاقة اوبشنال على الطرفين؟ معنى الكلام انه في موظف هو مش مدير حدا، صح؟ الموظف اللي بيكون في اخر الهرم الاداري تحت مش مسؤول عن حدا، مش مدير حدا، وبالتالي هو اوبشنال، مش ضروري يكون مشرف او مش ضروري يكون رئيس قسم او مدير، تمام؟ لكن في له مدير، كل مدير له مدير ما عدا اخر مدير، مدير المؤسسة كلها، رئيس الجامعة، رئيس الوزراء في الحكومة، الوزير في الوزارة، رئيس شركة أو مالك شركة، في مدير أعلى منه؟ ما فيش. وبالتالي أوبشنال ممكن يكون هو مسؤول عن الناس، هو كمدير مسؤول عن الناس، لكن ما في له مدير أعلى منه. فالعلاقة أوبشنال على الطرفين، ممكن الموظف يكون له مدير أو يكون هو مدير على أشخاص، وممكن ما فيش.
علاقة هاي بنسميها ريكيرسيف. الحل تبعها انه احنا ناخذ نفس البرايمري كي ونعيده كمان مرة كفورين كي. الامبلوي نمبر، النيم، الادرس، هذا جدول او الانتيت سيت تبعت الامبلوي العادية، فيها الامبلوي نمبر هو البرايمري. بدي اجيب الامبلوي نمبر واحطه واسميه اسم جديد، اسميه سوبرفايزد باي، يكون هذا هو رقم الموظف اللي مدير على هذا الموظف. يعني لو كان هذا الريكورد لموظف اسمه علي، رقمه 100، مديره يوسف، رقم يوسف 200، حيكون عندي في التابل 100 اسمه علي، العنوان تبعه whatever، supervised by 200. لو جيت على نفس التابل تبع الامبلوي حلاقي انه رقم 200 اسمه ايش؟ يوسف. 200 هو يوسف، حيكون عنوانه ومديره. نفرض يوسف مديره محمد، محمد رقمه 300 and so on، بنفس التكرار. فصار عندي البرايمري كي نفسه استخدمته في نفس الانتيتي سيت في نفس التابل كفورين كي. نفس البرايمري كي عدناه كفورين كي، طبعا بتطلب انه نعيد تسميته ونعطيه اسم جديد سميناه سوبرفايزد باي. لكن في النهاية الرقمين امبلوي نمبر وسوبرفايزد باي بيمثلوا ارقام موظفين، الاولاني اللي هو الموظف نفسه والثاني مين؟ مديره. الان بعض القواعد رولز في تصميم اللوجيكال ديزاين. احنا لحد الان كل شغلنا كان على الاي ار موديل، هذا سميناه ايش؟ كونسبتشوال ديزاين، تصميم للفكره. شابتر 2 كله اللي معنا معظمه بركز على الكونسبتشوال ديزاين. الخطوه رقم 2 في الديزاين حكينا احنا خطوات تصميم الداتابيز 6، اول 3 منهم لهم علاقه بالاي ار موديل. الاولى كانت تحليل اللي هي الريكويرمنت اناليسيز، والثاني نرسم الاي ار موديل اللي احنا نتعلم كيف نرسمه، والثالثه نحوله لوجيكال. الان القواعد اللي احنا الان بدنا نتكلم عنها هي قواعد للتحويل للوجيكال او لتسهيل التحويل للوجيكال. بعض هاي القواعد انا تكلمت عنه اثناء السلايدات السابقه. اول قاعده في حاله العلاقه 1 تو ماني. العلاقه 1 تو ماني دائما باخذ البرايمري كي تبع جهه ال1 وبحطه كفورين كي في جهه الماني عشان اسهل على حاله الديزاين. دائما باخذ البرايمري كي من جهه ال1 وبضيفه للانتيتي ست هاي اللي هي بتمثل المني بحيث انه يكون فورين كي. عندي طلاب موجودين في اقسام، كل قسم بيكون في مجموعه من الطلاب، لكن الطالب ممنوع يكون في قسمين او اكثر، فالعلاقه 1 تو ماني. الديبارتمنت الاتريبيوتس تاعته رقم الديبارتمنت واسمه، رقم الكلية وعدد الطلاب اللي في القسم. قسم فيه 100 طالب، قسم فيه 200، قسم فيه 50. الستودنت له رقم وله اسم وله ادرس ورقم الديبارتمنت تبعه. لاحظ رقم الديبارتمنت كان برايمري كي وين؟ في الديبارتمنت انتيتي ست او في الديبارتمنت تيبل، وراح كفورين كي في الستودنت. ما عملناش العكس، ما اخذناش رقم الستودنت وحطيناه عند الديبارتمنت، اخذنا البرايمري تبع ال1 وحطيناه في الماني سايد. اولويز جوز تو ذا ماني اند. واضحه ولا صعبه؟ true and false. لو لخبطنا الجملة حكينا in the one to many relationship the foreign key always goes at the one end. false. false. اوكي. لو حطيناها كمثال كتبت الثلاثة هدول السطرين هدول وجينا كنا
حاطين مثلا الستودنت نمبر وحطيناه عند الديبارتمنت ولغينا هذا وسألنا الديزاين هيك باد ديزاين ولا جود ديزاين؟ باد ديزاين. في حالة ال 1 to 1 في حالة ال 1 to 1 عندي حلين. حل الأول إما بدمج التو انتيتيز بعملها انتيتي واحدة وي كان كومباين ذا تو ريليشنز بنعملهم في تيبل واحد في انتيتي ست واحدة أي حل. الحل الثاني إنه زي ما عملنا في ال 1 to many بناخذ البرايمري كي وبنحطه فورين كي في الجهة الثانية ومش حتفرق معنا سواء اخذنا من الجهة اليمين للشمال او من الشمال لليمين. ما فيش عندي جهة 1 to many، الاثنين 1 to 1 سواء اخذنا هاي هيك او هيك الجهتين صح. مثال على الكلام هذا عندي انا انتيتي ست فيها الهيد اوف ديبارتمنت فقط اسماء مدراء الاقسام. عندي تيبل انتيتي ست فيها بس اسماء المدراء وفي انتيتي ست ثانيه اسماء الاقسام. العلاقه بينهم 1 to 1 انه كل قسم له مدير والمدير ممنوع يكون مدير الا على قسم واحد. فيا اما بجيب رقم الديبارتمنت وبحطه كفورين كي عند الهيد اوف ديبارتمنت او العكس باخذ رقم الامبلوي اللي بيمثل هيد اوف ديبارتمنت وبحطه عند الديبارتمنت. نشوف الديزاين اللي عندنا المثال الاكزامبل اللي عندنا ايش عمل. حط في الديبارتمنت البرايمري كي مين؟ الديبارتمنت نمبر. وين الفورين كي؟ الهيد اوف ديبارتمنت. هاي الفورين كي من وين جابوا؟ هاي الهيد اوف ديبارتمنت له نمبر، هاي البرايمري كي جابوا حطوا كفورين كي. تو انتيتيز ديبارتمنت وهيد اوف ديبارتمنت. مدير القسم، مدير القسم له رقم واسم وعنوان. جبنا رقم مدير القسم وحطيناه عند القسم. يعني لو بدي اعطي مثال مثلا عندي قسم الويب اند مالتي ميديا رقم القسم مثلا 101 اسم القسم اللي هو ويب مالتي ميديا اللوكيشن تبعه مثلا نفترض في الاي تي. مين الهيد اوف ديبارتمنت مثلا رقمه 1000 وات ايفر موظف دكتور ربحي دكتور اياد دكتور سعيد رقمه 1000. قسم ثاني مثلا قسم السوفت وير انجينيرنج رقم القسم 102 اسم القسم اس اي موجود في الاي تي المدير تبعه مثلا رقمه 1050 وبهذا الشكل لعند معبيهم كلهم. الحل الثاني انه نعمل العكس في الديبارتمنت اكتفي في المعلومات هاي فقط اللي هي رقم القسم اسم القسم واللوكيشن واجي عند الهيد اوف ديبارتمنت احط رقمه مثلا الاولاني كان 1000 والثاني في المثال اخذناه 1050 نحط اسمه انا مثلا كان اسمه ربحي انا اسمه سعيد الادرس تبعه وات ايفر بعنيش وبدي احط رقم الديبارتمنت اللي هو في الحاله هاي مثلا كان 101 في الحاله هاي كان 102. في شيء صعب؟ في الغاز؟ كل هذا الكلام تكلمنا عن الون تو وني بس بشرط انه without اوبشناليتي. ما فيش اوبشناليتي ال1 تو 1 يا اما بجمع التو انتيتيز مع بعض يا اما باخذ برايمري كي وبحطه فورين كي في الجهه الثانيه مش فارق معي سواء عملت اليمين للشمال او الشمال لليمين. الشرط انه بدون اوبشناليتي. لو كان في اوبشناليتي حكون مضطر اني اخذ البرايمري كي واحطه في جهه الاوبشنال اخذه من الجهه اللي فيش فيها اوبشنال واحطها عند الاوبشنال.
مثال الامبلوي مع السيارة اللي أخذناه. حاجة أخذ رقم الستاف نمبر هيو وحجيبه وحطه وين؟ كفورن كي عند الكار، لأنه الكار هي اللي عندها إشارة الأوبشنال. طب لو الطرفين أوبشنال، إحنا أصلا مش حنبقي على العلاقة هاي، لأنه إحنا أخذنا إنه لازم نحولها لإيش؟ نحط في الوسط علاقة وسيطة في الوسط سميناها درايفز، وصارت العلاقة 1 to many 1 to many والأوبشناليتي على الطرفين. فصار عندي اللي هي الإمبلويز والكار، وصار عندي درايفز تاخذ كومبايند برايمري كي. وبهيك تم الربط بين التو ريليشنز. الماني تو ماني شرحتها، فيش داعي ارد اعيدها، نفس التفاصيل. الماني تو ماني ما بنفعش نحطها في الداتابيز، هنحط لينكد انتيتي ويك في الوسط تربط الطرفين، وبنفس الآلية اللي اشتغلنا فيها مع الاوبشناليتي وشرحناها سابقا. الريكيرسيف برضو شرحنا كيف ممكن نتعامل مع البرايمري كي تبعها، حكينا انه البرايمري نفسه هو اللي حيصير فورين كي بيمثل السوبرفايزد امبلويين. عندي هاي الموظفين لهم رقم، والرقم تبع المدير تبعه سوبرفايزد باي، بنحط له اياه في الاتريبيوت هاي سوبرفايزد باي. degree of relationship time. لحد الان كل الامثله اللي اخذناها بتمثل علاقات ثنائيه، تو انتيتيز بينهم ريليشن، امبلوي مع كار، ستودنت مع الكورس، هيد اوف ديبارتمنت مع ديبارتمنت، ستودنت مع ديبارتمنت، كل العلاقات ثنائيه طرفين. الان في عندنا علاقات في ارض الواقع بتكون ثلاثيه او رباعيه. ثلاثيه بنسميها بالانجليزي ternary، ternary relations، والثنائية ايش بنسميها؟ باينري. خدتوا الباينري سيستم، بنسميها باينري. لحد الآن كل العلاقات اللي أخذناها باينري relations. الternary relation لو أخذنا العلاقة student to course وبدنا نطور عليها في التصميم تبع الداتابيز، وبدنا نضيف اللوكيشن أو الكلاس روم. احنا بنعرف الطالب بسجل في مساق، المساق هذا مش حينعقد في الهواء او في الساحة، له كلاس روم في مبنى في مكان، وله تايم موعد. لو بدي اعمل العلاقة هاي، علاقة الطالب مع تسجيله للمادة مع مكان وزمن المادة، العلاقة هذه ثلاثية زي ما احنا شايفين، student والكورس والكلاس روم. العلاقة الثلاثية هذه مش هقدر اجي اطبقها في الداتابيز الا برضو زي ما عملنا مع الماني تو ماني، وزي ما عملنا مع التو سايد اوبشنال، الا اني اضيف انتيتي ست جديدة وسيطة في الوسط، هسميها الكورس ستودنت كلاس روم او كورس ستودنت فقط، بنسميها الاسم اللي بدنا اياه وبنحطها في الوسط. الان هاي الانتيتي ست الجديدة ايش حتحتوي كبرايمري كي لها؟ بالضبط بدها ثلاث بيانات، بدها رقم الستودنت نمبر، وبدها الكورس نمبر، وبدها الكلاس روم نمبر، رقم القاعة أو رقمها وموعدها، أو ممكن إذا بدنا نسجل مواعيد نحط كمان التايم، لأنه ممكن نفس القاعة تنحجز لأكثر من مساق لكن في مواعيد مختلفة. فالأربع بيانات هدول أربع أتريبيوتس هما اللي بدهم يكونوا في الانتيتي ست الجديدة ومجتمعين مع بعض كومبايند، بدهم يمثلوا البرايمري كي تبع الانتيتي ست الجديدة. الكلام اللي حكينا عنه الآن بصيغة التابلز، عندي الستودنت له رقم
اسم وادرس والنمبر هو البرايمري. الكورس له رقم وله اسم وله علامه. رقم الكورس هو البرايمري. الكلاس روم لها رقم ولها لوكيشن. الكورس ستودنت التيبل اللي عملناه جديد في الوسط بين الترنري ريليشن شيب، في وسط الترنري بين الثلاث انتيتيز هذول، ثلاثه انتيتيز هذول حنربطهم من خلال الانتيتي ست الجديده هاي. حنحط فيها الستودنت نمبر، الكورس نمبر، رقم القاعه وتايم. الثلاثه فورين كيز مجتمعين مع بعض بيمثلوا البرايمري كي، عشان هيك الخط جاي عليهم كله. في شيء صعب؟ لو كانت العلاقة بين أربع entity sets بنسميها quaternary. مش حيمر معكم علاقات بهذا الشكل، لكن من باب المعرفة كاسم، عشان لو أجى سؤال multiple choice، سؤال true and false، إنه العلاقات بين علاقة بين four entities بنسميها إيش؟ quaternary. الآن بدنا نبدأ نلخص كل اللي أخذناه في المحاضرة هاي والمحاضرتين السابقات في مثال عملي. انه ناخذ مثال بدنا نعمل له ديزاين ستدي كيس، بدنا نحللها خطوه خطوه ونرسم الدياجرام كامل. مش نرسم بس قطعتين، لا بدنا نرسم الدياجرام كله. مطلوب مني في السؤال انه نعمل درو لاي ار دياجرام فور ذا فولوينج كيس. الكيس هذه فيها كمباني تعمل بروجكتس، ا كمباني دو بروجكتس، ماني امبلويز اسايند for a project، مجموعة من الموظفين بنحطهم في one project. No employee work for ايش؟ more than one project. إذا العلاقة بين البروجكت والإمبلويي ايش بيكون نوعها؟ one to many. one project many employees. هل ممكن الإمبلويي يكون في أكثر من project؟ لا. إذا العلاقة مش many to many. طيب أول نقطة سهلة، ما دام one to many ممكن نرسمها بسهولة. العلاقة اللي بعديها each employee belongs to one department، برضو صعبة. ايش هذه العلاقة؟ one to many. العلاقة هذه الديبارتمنت في مجموعة من الامبلويز، بس الامبلوي ممنوع يكون الا في ديبارتمنت واحد. one to many زي علاقة student مع الديبارتمنت. one to many. طيب projects need parts، جمع مع جمع projects parts many to many. هذه أول علاقة بدنا إيش؟ نركز فيها، بدها حل. نضيف weak entity في الوسط. طيب certain suppliers provide the parts، في عندي suppliers، في عندي suppliers بيقدموا لي parts. لو حطيت إيدي على كلمة certain العلاقة many to many، providers بعطوني parts زي projects و parts. بس كلمة certain certain providers، بس providers محددين اللي بيقدموا البارتس. يعني اذا في عندي provider بقدم لي قطع للكمبيوترات، ما فيش provider ثاني غيره. اذا في عندي provider بيعطيني قطع للسيارات، ما فيش provider غيره. certain providers، فالعلاقه one to many للتسهيل. اخر شيء a part may contain other parts. الكمبيوتر بارت جوا هارد ديسك ورام وسي بي يو ومذر بورد، هذول بارتس كونتيند وين؟ جوا البارت الاكبر اللي هو مثلا كمبيوتر. فهذه علاقه 1 تو ماني، بس ايش؟ ريكيرسيف. بالضبط العلاقه ريكيرسيف. بدنا نرسم الكلام هذا خطوه خطوه. اول خطوه انه في عندي بروجكت، في امبلويز، العلاقه بينهم 1 تو ماني زي ما حكينا. الامبلوي فقط له 1 بروجكت، فحرسم انت ست اسمها امبلوي، انت الست اسمها بروجكت، والعلاقه بينهم وركس ان الامبلوي وركس ان بروجكت 1 تو ماني. نرجع نذكر بس احنا للتسهيل والتخفيف في الرسم، الاصل يكون عندي فوق الكلمه هاي اللي بتوصف العلاقه المعين تبع الريليشن، لانه حكينا انتيتي ريليشن انتيتي. بس احنا للتسهيل
بنشيل رسمة المعين وبنخلي بس اللي هي الكلمة الفعل الاكشن الريليشن اللي هي works in. صعب؟ أي أول علامة في السؤال أخذناها؟ إذا السؤال مثلا كان 5 بوينتس 5 أفرع، هاي أول فرع أخذناه على السريع. الفرع اللي بعده حكينا الإمبلويي بيلونجز تو ون ديبارتمنت، هاي الإمبلويي بده يكون في ريليشن بينه وبين الديبارتمنت، العلاقة إنه بيلونجز تو ون تو ماني، الديبارتمنت فيه مجموعة من الموظفين، هاي تاني علامة. بعديها حكينا انه البروجكتس نيد بارتس، يعني في علاقه بين البروجكت والبارتس، وحكينا بروجكتس وبارتس اثنين بصيغه الجمع، اذا ماني تو ماني. بعديها سيرتن سبلايرز بروفايد ذا بارتس، يعني وان تو ماني بين السبلاير وبين البارت. الآن أمام خيارين، يا إما بدنا نحل مشكلة البارت تو بروجكت وبنكمل السؤال، أو بدنا نعمل آخر خطوة اللي هي بارت كونتينز بارتس، علاقة ريكيرسيف، البارت مع نفسها، صح؟ حكينا البي البارتس مي كونتين بارتس، علاقة ريكيرسيف، أو إنه نحل مشكلة الماني تو ماني. خلينا نحل أول شيء مشكلة الماني تو ماني. هنيجي نعمل انتست جديدة نسميها أي اسم بدنا إياه، بس بدنا نختار اسم مناسب، هنسميها بروجكتس بارتس، يعني القطع الخاصة في البروجكتس. هتصير علاقة 1 تو ماني 1 تو ماني. هناخذ برايمري كي من هاي نحطه كفورن، وبرايمري كي من البروجكتس نحطه كفورن، والاثنين مع بعض كومبايند برايمري كي. ولاحظوا لحتى الآن كل الرسم اللي رسمناه فقط entities و relations، ما عملناش attributes، يعني ما جيناش حكينا الامبلويي في له SSN اللي هو social security number يعني رقم هوية، وعملناه primary key، وما جيناش حكينا في له name، ولا تكلمنا انه له مثلا age عمر او day of birth تاريخ ميلاد، تكلمناش عن الكلام هذا كله. الكلام هذا كله attributes بنرسمها في ايش؟ اوفلز اشكال بيضاويه، ما تكلمناش عنها لانه السؤال كان سمبل ما حكاش عنها، فيش داعي انا اغلب حالي اذا السؤال مش طالب مني، فيش داعي انا اغلب حالي وارسم. انا اخر نقطه ضلت عندي بعد ما عالجت الماني تو ماني ريليشن باني عملت البروجكت سبارتس لينكد انتيتي ست جديده، بدي اعمل هو الريكيرسيف تبع البارتس، بحيث انه البارت تحتوي على بارتس، بارت اوف 1 تو ماني راجع على نفسها 1 تو ماني، البارت الواحده ممكن يكون جواها اكثر من بارت سب بارت. ريكيرسيف ريليشن شيب، هذا السؤال هيك خلص. الكيس هاي فيري سمبل، تيالي ستريت فورورد واضحه. في حد له استفسار عنها ارد اشرح نقطه معينه؟ يعني لو احنا حكينا في عندي مشروع بناء مبنى سي، وعندي مشروع ثاني تطوير مبنى ال، وعندي مشروع انشاء مختبر جديد في مبنى كي، ثلاث مشاريع، وفي عندي بارتس، في عندي مثلا من ضمن البارتس في عندي كمبيوترات، في عندي اسانسيرات، في عندي لوحات واتيفر كهرباء، اي قطع، كراسي، مكاتب، اعتبروا هذه كلها قطع بارتس. المبنى الاول بده خزانه، عدد منها طبعا، وبده مثلا طاولات، وبده كمان لابتوب. التطوير المبنى اللي بعده نفرض بده نفس الشيء، بده خزانه وبده طاولات وما بدوش بقية الأمور. مختبر جديد بده لابتوبس. كيف بدي أربط بينهم؟ إذا بدها تكون علاقة مباشرة بين البروجكتس وبين البارتس، صار عندي المبنى طلع كم فاليو؟ مالتي فاليو، ماني تو ماني.
هي اسم المبنى والبارتس اللي فيه كم واحدة؟ ثلاثة، هنا اثنين، ممكن تكون عشرة. حكينا المالتي فاليو بيعملنا مشكلة، بدنا في كل كولوم فقط اللي هو رقم واحد. فالحل ان نعمل تيبل جديد، انت ست جديدة مقسومة فقط نصين. في الجزء هذا بكتب رقم البروجكت فقط رقمه، وفي هاي الجهة بدي اكتب اللي هو البارت نمبر. فحاجة احط مثلا، لو حكينا مبنى سي رقمه سي، حاجة احكي سي مثلا الخزانة رقمها واحد، الطاولة رقمها اثنين، اللابتوب رقمه ثلاثة. بعديها مبنى ال، الخزانة كم رقمها؟ واحد كان، الطاولة رقمها اثنين، اخر شيء مبنى كي كم رقم اللابتوب؟ ثلاثة. ماني تو ماني، البارت ممكن تكون موجودة في أكثر من بروجيكت، والبروجيكت فيه أكثر من بارت. الحل إن أعمل تيبل بالشكل هذا، أنت ست جديدة فيها الرقمين مع بعض، وبديش بقية التفاصيل، يعني بعنينيش أعرف مين مدير المشروع أو كم زمن المشروع أو كم البادجت تاعته. الكلام هذا وين حيكون؟ حيكون في البروجيكت، مش في البروجيكت بارت. البروجيكت بارت بس بده يربط بين الاثنين بالشكل هذا فقط، باقي معلومات البروجيكت موجودة في البروجيكت. البارت سعرها، مين التاجر اللي بيجيب لي إياها، مدة صلاحيتها، إذا لها مدة صلاحية، كله حيكون وين؟ في البارت، في الأتريبيوت تاعت البارت، مش في البروجيكت بارت. في البروجيكت بارت فقط رقم البارت مع رقم البروجيكت أجيبهم مع بعض. هيك كل شيء واضح؟ طيب، إحنا يفترض انه كان نكمل في كيس ثانية. الكيس الثانية حناخدها المرة الجاي، مش الان حنشرحها، بس حتكون موجودة على المودل ان شاء الله بنهاية اليوم. بتمنى انكم تتطلعوا عليها وتشوفوا كيف حنعالج مشكلة جديدة او كيس ستادي جديدة حنضيف فيها اتريبيوتس، مش بس حنكتفي بالانتيتي والريليشن، حنضيف على كل انتيتي الاتريبيوتس. يعطيكم